شو عندكم سؤالات تسألوا؟ ما تسأليني عن حلفي، الموضوع موضوع حقوق المسيحية وأنا عم كفي وموفي لحالي. طيب بس جنرال حضرتكم اليوم بعشاء خلص مش مناقشة معي خلص اليوم بالشارع بكره وين؟ قلت لك مرة الماضية سألتيني ما بجاوب على السؤالين. طيب يعطيكم العافية. جنرال بس عندنا بعض سؤال. ذكر تاني مرة اطلب من الام تي في يبعثوا حدا غيري. ما بتنحرش في هيك. سؤال وبعد.